السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله الإخوة الكرام في كل مكان. في هذا الفيديو الجديد سوف نتحدث إن شاء الله عن بيلاروسيا، أهم 10 أسئلة متكررة عن هذه البلد اللي ناس كثير ما بيعرفوا عنها أي شيء. إن شاء الله بعد الإجابة عن هذه الأسئلة راح تتعرفوا معنا بإذن الله تعالى عن جمهورية بيلاروسيا أو روسيا البيضاء، فابقوا معي حتى نتعرف على هذه البلد. السؤال الأول والمكرر، ما هي بيلاروسيا أو أين تقع بيلاروسيا؟ بيلاروسيا هي عبارة عن إحدى دول الاتحاد السوفيتي السابق، تسمى بيلاروسيا أو روسيا البيضاء، عاصمتها مينسك، العاصمة مينسك، عدد سكانها تقريبا 10 مليون نسمة، موقعها تقع بين الدول التالية روسيا الاتحادية وأوكرانيا وأحدى الدول أو هذه الدول الأوروبية اللي هي ليتوانيا ولاتفيا وبولندا، هذه الدول تحد بيلاروسيا من كل الجهات. بيلاروسيا مش نفسها روسيا، يعني هذول دولتين مختلفتين مستقلتين. في ناس كثير بيسألني ما هي لغة بيلاروسيا أو الشعب أي لغة بيتكلم، هل هو بيتكلم بالإنجليزي بالروسي بأي لغة ثانية؟ في بيلاروسيا في لغتين معتمدتين كلغتين رسميتين، اللي هي اللغة الروسية واللغة البيلاروسية. طبعا اللغة البيلاروسية قليل جدا من الشعب ما بتحدثها، تقريبا نسبة من 1-2% من الشعب ناس بتحدثوا باللغة البيلاروسية، البيلاروسية اللغة الروسية هي المعتمدة في بيلاروسيا، يمكن 90-95% من نسبة الشعب هم اللي بتحدثوا باللغة الروسية. اللغة البيلاروسية موجودة في الوثائق، في الأوراق، في المعاملات الحكومية الرسمية، في الكتابات اللي على الشوارع، في المطارات، في أي مكان موجودة، بس الشعب بيتحدث معاك باللغة الروسية. في ناس كمان برضو بنفس السؤال هذا بيسألوا عن اللغة الإنجليزية، هل الشعب يحكي باللغة الإنجليزية؟ معظم الشباب الآن في الفترة هذه بلشوا يتعلموا اللغة الإنجليزية، حاولوا يحكوا باللغة الإنجليزية، بس بشكل عام انك انت تيجي فقط باللغتك الإنجليزية تمشي امورك شوي الموضوع صعب، خاصة الناس اللي كبار بالعمر اللي بيكونوا هنا ساكنين، اللي كانوا ساكنين هنا من زمان، قليل منهم من مين اللي بيعرف اللغة الإنجليزية. فمثل ما حكينا هم اللي عارفين اللغة الإنجليزية هم الشباب اللي بيدرسوا بالجامعات أو اللي خلصوا مدارس وإلهم يعني حب يتعلموا اللغة الإنجليزية، لأنه هنا في المدارس بيدرسوهم أكثر من لغة، مش بس لغة إنجليزية مثل ما هو موجود بالوطن العربي. هنا ممكن تدرس أنت اللغة الإنجليزية، تختار اللغة الألمانية أو الفرنسية، اللغة اللي بيختارها الشاب ممكن يدرسها. فهذا بالنسبة لسؤال ما هي اللغة المعتمدة في بيلاروسيا. السؤال الثالث اللي بيسألوا عن العنصرية في البلد، هل في عنصرية تجاه الأجانب، لون البشرة، الحجاب، اللبس، هل في عنصرية تجاه الأجانب ولا لا؟ تعتبر بيلاروسيا بنظرة الشخصية وبنظرة ناس كثيرين موجود في بيلاروسيا والأجو، سواء سياحة أو غير سياحة، ممكن حتى نلقى تعليقات ناس بهذا الخصوص في تحت الفيديو، تعتبر من أفضل البلاد في هذه أو من هذه الناحية. ما فيش هنا تقريبا نسبة العنصرية، يعني ما بدناش نبالغ، ممكن تكون 1-2% لناس قليلين، يعني هم الناس عندهم ما عندهم أي مشكلة، مثل ما أنتم شايفين احنا مصور في أماكن ولا حدا بيحكي معانا ولا إن حدا إله عنا، كل واحد ملوش أي علاقة بالثاني، ما حدا بتدخل بأي أمور ثانية. العنصرية هنا الحمد لله أنه مش موجودة، تقريبا شبه معدومة. أنا شخصيا ما قبلت أي عنصرية بحياتي هنا، شباب كثيرين نفس الشيء، فهذه من الأشياء يعني الممتازة جدا 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 في البلد. وممكن أي حدا بيجي على بيلاروسيا بلاحظ هذا الشيء من أول أصلا ما وصل المطار، وشوف الفرق بالتعامل، يعني بتعاملوا معك أنت كإنسان، ما لهمش أي علاقة في لا شكلك لا لونك لا من وين أنت ليش أنت كذا، بتعاملوا معك كشخص كيف تعاملك أنت معهم، مثلك مثل أي مواطن بيلاروسي أو غير بيلاروسي. فهذه ميزة جدا جيدة أتوقع الكل بلاحظها في بيلاروسيا. السؤال الرابع عن الأمن والأمان في بيلاروسيا. طبعا هذا بهم السؤال أكثر شيء السياح واللي جايين بالعائلات، مثل ما حكينا عن الأمن والأمان. الأمن والأمان في هذا البلد يعتبر من أكثر البلاد أيضا اللي هو من ناحية الأمن والأمان فيها مرتفع جدا، وبرضو لاحظوا ناس كثيرين هذا الموضوع. الحمد لله في هذا البلد في قانون
بيحفظ الناس بالامن والامان وما فيش حدا هنا حتى سرقات. يعني الناس اللي بيجوا هنا بيستغربوا كيف السيارات بتحطون على جنب البيت وما حدا بيسيبهم وما حدا بتدخل فيهم الا المحلات بتكون مسكره باشياء عاديه. يعني السرقه هنا تعتبر حتى نسبه قليله لانه القانون هنا صارم. اذا حدا بيسرق اي شيء او بيعمل اي مشكله في عليه مخالفات قانونيه. المخالفات القانونيه الى يعني مثلا احتمال يعني تاثر عليك كما كعمل سجن ممكن سنتين ثلاثه. فالبلد هنا من ناحيه القانون صارم جدا, عشان كذا الناس بيخافوا من هاي الامور والامن هنا مرتفع جدا لهذه من هاي الناحيه. يعني وغير انه الناس هنا مسالمين جدا, يعني ممكن السياح اللي بيجوا هنا بيلاحظوا هذا الشيء انه الناس هنا مسالمين, ما حدا بتدخل فيك ولا انت بتدخل في هذا, الناس كلها ما في عندهم مش اي مشكله. فهذا شيء او ايجابيه جيده بالنسبه للامن والامان. السؤال الخامس, في ناس كثير بيسالني هل هنا موجود مطاعم عربيه, هل موجود عرب كثير؟ بيلاروسيا تعتبر دولة ممكن الأجانب فيها أقل من أقل الدول الموجود فيها أجانب وخاصة العرب. بيلاروسيا في الفترة الأخيرة بلشت تنعرف بالنسبة للعرب, وخاصة أنهم لما سمحوا بالدخول في بيلاروسيا بدون فيزا. بالنسبة للمطاعم العربية قليلة جدا, يعني حتى لو نأخذ مثلا على سبيل المثال في العاصمة مينسك ممكن فيه 3-4 مطاعم على مستوى عاصمة. العاصمة الموجود فيها تقريبا 4 مليون نسمة تقريبا مع المدن الصغيرة تبعتها, فهذه تعتبر نسبة قليلة جدا بالنسبة للعواصم الأخرى العالمية. هذا بالنسبة للعاصمة, بالنسبة هذا بالنسبة للمطاعم. بالنسبة لوجود العرب, العرب برضو هنا موجودين قليلين. شو سبب أنه العرب موجودين قليلين في هذه البلد؟ أتوقع لأنهم هم اسم البلد روسيا البيضاء, فأي واحد بتقول له روسيا البيضاء بينسى كلمة بيضاء وبركز في كلمة روسيا. فلهذا السبب أتوقع ما حدا بيعرف عن روسيا البيضاء أو بيلاروسيا, عشان كذا ما حدا بيجي عليها. يعني ممكن نسبة العرب موجودة هنا أتوقع ما بتجيش حتى 1% من نسبة السكان مقارنة مع دول كثيرة. مثلا مقارنة مع أوكرانيا فيها مليان عرب, يعني بيحكوا لي في أوكرانيا إذا الطلاب فقط في جامعة واحدة تقريبا 2000 طالب عربي. هنا بكل بيلاروسيا ما بتجيش يمكن 1000 عربي بكل بيلاروسيا, مش في مدينة واحدة. فأتوقع لهذا السبب أنه عدد العرب فيها قليل. هذا بالنسبة لي عدد العرب الموجودين والمطاعم العربية. السؤال السادس, وهو تقريبا من الأسئلة المكررة واللي تتكرر كثير, اللي هو هل بيلاروسيا تصلح للسياحة أو لا؟ أذواق الناس طبعا تختلف من كل شخص لشخص. يعني ممكن أنت تعجبك بيلاروسيا, هو ما تعجبه بيلاروسيا, ممكن أنا تعجبني هو ما تعجبه, فهذه أذواق. هل بيلاروسيا من الدول السياحية الأولى؟ أتوقع لا, بيلاروسيا لسه بدها أيام كثيرة وسنين وكذا حتى تصير من الدول السياحية للمراتب الأولى. الجميل في بيلاروسيا اللي هو طبيعتها ونظافة الشوارع فيها وتعامل الناس فيها, تستحق صراحة أنه زيارة من هاي الناحية. أما أنت إذا أنت أول مرة بتفكر أنك تروح سياحة, لا, لازم تروح على دول مثل يعني المعروفة جدا بالسياحة, لأنه بيلاروسيا راح تصدمك أول مرة إذا أنت بتيجي يعني كدولة سياحية. فلازم أنت تكون عندك أول شيء اطلاع على بيلاروسيا. هذا بالنسبة لي بيلاروسيا هل تصلح للسياحة ولا؟ أنا مش راح أعطيك جواب مباشر لأنه مش راح أجاوب لك لأني سائح. فأنت المفروض أنك أنت تفكر في أكثر أو تقارنها من أكثر من ناحية, إلا إذا أنت كنت من الناس اللي بيحبوا يروحوا على أكثر من بلد وتعرفوا على عادات وتقاليد شعوب ثانية, ممكن نزور بيلاروسيا. مع أنه السنة هذه يعني أجوا سياحة كثيرين مقارنة مع السنوات الأخرى, لأنه عندنا صار نظام اللي هو أنك تدخل بيلاروسيا بدون فيزا. طبعا سمحوا هم لخمس دول أو ست دول خليجية أنه يدخلوا بيلاروسيا بدون فيزا لمدة 30 يوم, فهذا ساعد هذه أو مواطنين هذه الدول أن يدخلوا بيلاروسيا بدون فيزا. فبلشت الناس تعرف عن بيلاروسيا, ناس كثير بينصح ببيلاروسيا, ناس كثير صار يجي مرة ومرتين على بيلاروسيا وأعجبته. في ناس أول ما يجي بقول لك لا يا عمي شو جابني على بيلاروسيا, بيلاروسيا بتنفعنيش. وفي ناس بيجي أكثر مرة في السنة. فمثل ما حكينا في البداية أنه كل واحد عنده ذوق. فمثل ما حكينا شو هي الدول اللي بتدخل بيلاروسيا بدون فيزا, اللي هي عبارة عن المملكة العربية السعودية, قطر, الإمارات العربية السعودية, الإمارات العربية المتحدة, والبحرين والكويت وسلطنة عمان. هذول الدول اللي بيدخلوا بيلاروسيا مباشرة بدون فيزا لمدة 30 يوم. الدول الثانية بيلزمها دعوة من داخل بيلاروسيا وفيزا, سواء من السفارات البيلاروسية أو من المطار. السؤال السابع,
دائما بيسألوني عن موضوع الاستثمار في بيلاروسيا، كيفية الاستثمار في بيلاروسيا، هل تنصح انه نستثمر في بيلاروسيا او ما بتنصح نستثمر في بيلاروسيا. في كان فيديو بالتفصيل الممل عن الاستثمار في بيلاروسيا، ممكن تشوفوه في الفيديوهات السابقة، ولكن بتلخيص بسيط جدا، بيلاروسيا مثلها مثل اي دوله لها سلبياتها ولها ايجابياتها. بيلاروسيا لسه ما فيش فيها مستثمرين كثير، فهذه فرصه للناس اللي بدها تستثمر انها تيجي على بيلاروسيا، لانه سوق الاستثمار لسه ضعيف فيها، لسه ما فيش حدا ممكن كيف بسموها انه يكون عندك كونكورنت. يعني كونكورنت عادل بالروسي منافسين، لسه ما فيها منافسين اقوياء في بيلاروسيا، فهذه فرصة للناس اللي بدها يعني يستثمروا وما بدهم حدا يكون منافس قوي في بيلاروسيا. ميزات الاستثمار والأشياء المتطلبة للاستثمار أنا كنت حكيتها في فيديو سابق، ممكن أحط لك إياه أسفل هذا الفيديو. هذا كان بالنسبة للسؤال السابع، أو كثير يسألوني عن كمان برضو ما شو هي المجالات اللي ممكن نستثمر فيها، برضو موجود في هذا الفيديو. السؤال الثامن بيسألوه الناس اللي أتوقع أنهم أكثر موجودين داخل بيلاروسيا، اللي هو السؤال هل يحق للأجنبي التملك في بيلاروسيا، وشو الأشياء اللي بيحق له يتملك، شو الأشياء اللي ما بيحق له يتملك. بالنسبة للأجنبي في بيلاروسيا المقيم عنده إقامة على أقل سنوية، يحق له التملك مثله مثل المواطن البيلاروسي، ما عدا أشياء بسيطة مثل مثلا الأرض ممنوع يتملك. بالنسبة للشقق ممكن يتملك أي شقة، ممكن يتملك أي بيت، وممكن يتملك سيارة وغيرها سيارة. في كمان برضو السؤال في نفس السؤال بيسألوني هل في مثلا ضرائب إضافية، مثلا هل في تكاليف أخرى على التملك؟ لا، بالنسبة للأجنبي مثله مثل البيلاروسي، ما فيش أي مصاريف يعني إضافية تختلف عن البيلاروسي. هذا بالنسبة للتملك في بيلاروسيا. والسؤال التاسع اللي بهم الطلاب وأولياء الأمور بخصوص الدراسة في بيلاروسيا، يمكن هذا أكثر الموضوع اللي أنا بحط فيه فيديوهات أو بعمل فيه فيديوهات عن بيلاروسيا، اللي هو الدراسة في بيلاروسيا، شو ميزاتها، وهل تنصح بالدراسة في بيلاروسيا ما بتنصح، هل الدراسة قوية وما ما هي قوية، هل جامعات بيلاروسيا معترف فيها أو مش معترف فيها، هل موجود باللغة الإنجليزية دراسة أو مش موجودة باللغة الإنجليزية. ففي فيديوهات بالتفصيل موجودة عن الدراسة في بيلاروسيا، في إن شاء الله بحط لكم برضو هذه تحت الفيديو. بمختصر شديد جدا، بيلاروسيا تعتبر من الدول اللي بيحاولوا الطلاب يجوا عليها، لأنه شهاداتها برضو ممتازة جدا، وخاصة في دول الاتحاد الأوروبي، يعني معظم الطلاب اللي بيدرسوا هنا بروح على أوروبا بيشتغلوا هناك بدون أي مشاكل، وخاصة في هنا بختم بيسموه ختم أبوستيل، هذا الختم إذا حطوه معناه إنه هذا بينهم وبين تعارف في عدة دول أوروبية. في الدول العربية طبعا هذا الختم مش موجود إلا في سلطنة عمان والله أعلم. فهذه ميزة بتتميز فيها اللي هو بيلاروسيا من ناحية قوة التعليم. الأسعار ما زالت ممتازة، يعني ما ارتفعت، يعني ممكن أغلى قسط هنا في بيلاروسيا 5500 اللي هو طب الأسنان والله أعلم باللغة الإنجليزية في جامعة بيلاروسيا الحكومية الطبية اللي هي موجودة في مينسك، والباقي تقريبا ببلش من 1500 دولار تقريبا القسط التخصصات الثانية لحتى 5500 دولار للقسط. طبعا فيها برضو كمان ميزة أنه هذا الاقساط ممكن تتقسمها لقسمين في السنة، مثلا كل سمستر تدفع 50% من القسط. ما بدي أطول عليك وحتى الفيديو ما يكون طويل بخصوص الدراسة في تحت أسفل هذا الفيديو إن شاء الله راح يكون رابط الدراسة في بيلاروسيا. السؤال العاشر والأخير، دائما بيسألوني عن الجو في بيلاروسيا أو طقس بيلاروسيا. طقس بيلاروسيا تقريبا 50/50، يعني 50% برد و 50% حر. من شهر 11 لشهر 4 هنا الجو بيكون برد، درجات الحرارة تقريبا بتوصل من أو بتوصل لتقريبا ل 25-30 تحت الصفر. الجو أو الأرض بتكون كلها ثلج، الثلج ما بيذوب تقريبا بظل طول الفترة هذه. فبالنسبة للبرد الجو بيكون هنا برد شديد طبعا، هذا بالنسبة للشتاء. أما الصيف والوقت الربيعي تقريبا بلش من شهر 5 لشهر 10، مثل ما أنتم شايفين الأجواء الحالية. نحن الآن تقريبا في نهاية شهر 8 اليوم تاريخ يعني تقريبا 29 أو 30 شهر 8، مثل ما أنتم شايفين كيف الجو، الجو ممتاز مشمس، الأرض ما زالت لونها أخضر ربيعية يعني، وناس يعني لبسهم يعني خفيف مثل ما أنتم شايفين. هذا الشيء اللي بيميز بيلاروسيا. فاللي بحابب يجي مثلا على بيلاروسيا يفضل في هذه الفترة، الفترة بتكون تمام التمام وبتكونش
فيها أي مشكل. هذا بالنسبة لطقس بيلاروسيا. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله الإجابة تكون مناسبة للجميع عبر هذه الأسئلة اللي سألتوني إياها. اللي عنده أي سؤال أو أي استفسار بإمكانه التواصل معي على رقم هذا الواتساب اللي ظهر عندكم على الشاشة. وبس، لا تنسى تشترك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.